الذهب بقى ايه السياسات العدميه؟ الذهب، خلونا ندي بشرة للستات. النهارده مش خبر كويس ليه؟ الستات هتلبس ذهب. معلش يا ستي تلبس 14 وبنزود عليهم 7. النهارده قررت الحكومه انها تطلق خط انتاج للذهب عيار 14. انا طبعا علاقتي بالذهب زي علاقتي بالكيمياء النوويه كده، ما فهمش فيه قوي خالص الحقيقه. بس زميلتي الاستاذه حسناء قالت لي قبل البرنامج، اللي هي شيماء، ايوه، انه المشكله كلها كان انه الذهب الستات ما بيعترفوش غير بالذهب عيار 21. تقول لك هو ده الغوايش والمش عارف الايه والخال 21، غيره ما نعرفوش. وجوازات كتير باظت عشان ذهب عيار 21 ما جاش. خطوبات كتير باظت عشان ذهب 21 ما جاش. دلوقتي الحكومه بتقول احنا عندك خط 14 عيار 14. ده هيخلي له سوق وهيخلي له تسعيره وهيخلي له بورصه، وخصوصا كمان ان حسناء اللي هي شيماء قالت لي انه عيار 14. حسناء وصفة، انا ممكن لا توصف بجد لكن ما علينا. لكن قالت لي حسناء اللي هي شيماء قالت لي انه عيار 14 ده يسهل تشكيله. يسهل تشكيله، يعني كل ما العيار ينزل التشكيل والصياغة والصنعة والمش عارف ايه تبقى اسهل. هذا الكلام بيقول ان في انتاج جديد وسوق جديد للموضوع، يخلي عيار 14 ده عيار معترف به في السوق المصري زيه زي عيار 21. حلو ولا وحش الكلام ده مش عارف، بس في النهاية انا بلغتكم كلام من انثى، واذا ذكر الذهب ذكرت حسناء.